فجت دي في دي. ومعانا على الهاتف الكابتن عصام عبد الفتاح، طبعا رئيس لجنه الحكام. الاول بقول لك مبروك التأهل لكاس العالم يا كابتن عصام، ويعني اكيد ليك وجهه نظرك التحكيميه بقى في ضربه الجزاء بتاعت احمد سعيد اوك. يعني يمكن النهارده الحقيقه لازم نشيد كمان بتجربه الحكم الاضافي في مباراه الاسيوطي والمقاولين. طب مبروك كاس العالم الاول. كاس العالم ده يعني الف مبروك للاعب المصري ولينا كلنا يا كابتن محمد، وان شاء الله دايما مصر في انتصارات باذن الله. كنا فرحانين وصعده وفرحتونا، وانجاز يحسب لاتحاد الكره بالتاكيد. كان لكم لا يحسب للجميع والله يا كابتن محمد بامانه، للشعب المصري، الشعب المصري كله، وزاره الرياضه وكل الناس الحقيقه، كله ساند المنتخب. فالحقيقه يحسب للجميع وليس لاتحاد الكره فقط، وبتكلم هذا الكلام مش للدبلوماسيه، انا بتكلم بكل امانه الحقيقه، بكل امانه. وهو صراحه الفرحه بتعم على الكل. كابتن عصام، صراحة وجود الحكم الخامس سهل الأمور على كابتن جهاد جريشة. ضربة جزاء لأول مرة نشوف في هذا الأمر، إن كرة تلمس رجل لاعب مرتين فيتم عدم احتسابها. على فكرة في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفة القانون، فحضرتك يا ريت توصف لنا بالشكل القانون. تماما. الحقيقة بحيي الحكم الإضافي الأول النهاردة في مباراة الأسيوطي والمقاولين. هو اسمه إيه يا فندم؟ اسمه أسامة إسماعيل. كابتن أسامة إسماعيل، نعم. قبل ركله الجزاء في حالتين كمان، في ركله الجزاء الاولى هو اللي احتسبها، نعم. في ركله جزاء ثانيه احتسبها الكابتن جهاد جريشه، وهو قال له لا الكره ما جاتش في الايد، وكان الحكم الاضافي دوت رؤيته افضل، نعم. فبحييه لانه خد قرارين في 5 دقايق يا كابتن محمد، قرارين صعبين جدا جدا جدا، نعم. فبحييه. ركله الجزاء اللي اتلعبت واحتسبت بعد ما دخلت المرمى، احتسبت ركله حره غير مباشره، نعم. وضح بص للساده المشاهدين ليه الحكم احتسب ركله حره مباشره. اي خطا يا كابتن محمد، ركله حره مباشره او غير مباشره او ركله جزاء، المفروض ان اللاعب اللي بيلعبها مش من حقه يلمسها مره ثانيه قبل ما تلمس لاعب اخر. نعم. بمعنى يعني ولو مثلا لاعب الاسيوطي لو شاط اللعبه عادي لمسها لمسه واحده وجت في القائم او العارضه وترددت مره ثانيه ولعبها ركله حره غير مباشره، لان ما حد، انا فاهم الناس بشكل مبسط يعني، نعم. لان ما حدش لمسها قبل ما يلمسها هو للمره الثانيه. بالظبط، يعني هو هنا كابتن بعد اللمسه الاولانيه ما ينفعش يلمسها ثاني، لازم حد من زمايله يكملها. عمل ايه اللاعب؟ نعم. هو اللاعب فقد توازنه الحقيقه، ما اعرفش ايه السبب الحقيقه، فلاعب كان بيسدد ركله الجزاء بالرجل اليمنى. نعم. بعد ما لعبها برجل اليمنى كان فقد توازنه، راحت الكره اصطدمت بالرجل اليسرى في كعب رجله بالظبط. نعم. في الرجل اليسرى وغيرت اتجاهها على فكره. نعم. فهنا خلاص ثاني مره خلاص تتحسب عليه، لانه لو لمسها مرتين قبل ان تلمس لاعب اخر تتحسب عليه ركله حره غير مباشره، وده قرار رائع الحقيقه في هذه المباراه بامانه يعني. طيب عايز اعرف راي حضرتك في اخر ضربه جزاء اتحسبت ايضا لفريق الاسيوطي وسجل منها الهدف، هل حضرتك شايفها ضربه جزاء صحيحه؟ اكيد اللاعب الاسيوطي عدى، نعم. الراجل مد رجله ما لعبش الكوره، رجله مثلت عائق للاعب الاسيوطي، ركله جزاء واضحه وصريحه وسهله كمان بكل امانه يعني. كابتن عصام عبد الفتاح بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالفعل برضو بنأكد ان وجود الحكم الخامس في مباريات الدوري المصري بالتأكيد هتضيف اضافات مهمة جدا، خاصة ان الحالات الجدلية كابتن عصام خلاص دلوقتي